لما نتكلموا عن الانفلونزا الموسميه وشنو هي؟ هي عدوى فيروسيه تصيب الاشخاص، عده اشخاص يعني من مختلف الاعمار بيان سور، ويزداد الانتشار تاعها كما هو معروف في الخريف موسم الخريف الشتاء. فوالا الخريف والشتاء، هذا الشهر هذا يعني الموسمين بزاف. وعلاش؟ لانه درجه الحراره لما تنخفض يعني تشكل كيفاش يقولوا تساعد على انتشار وتكاثر هذه الفيروسات بها، يعني تزداد سرعه الانتشار في هذه الموسمين هذه.